حيا الله الحبايب، وياكم وسام جيمزي، ومثل ما وعدكم دائما وياكم. وراح الثلج اهم شيء بجي تي اي، راح الثلج لهذا الاسبوع. تعرفون الثلج طول، يعني وقف على قلبي، يعني حتى ضجت من اللعبه من ورا الثلج. فاتمنى من الله انه يعجبكم هذا المقطع، وتحياتي لكل الحبايب. اول شيء بتخفيضات هذا الاسبوع، مثل ما تعرفون سياره الجستر RR طبعا هي ب1,400,000. سياره حلوه وسريعه، وسياره جتي نزلت بالاوتوشوب، بالابديت مال الاوتوشوب. اللي يملك الاوتوشوب راح يعرف هاي السياره. وخلي نجرب حظنا اليوم بالجازينو، وخلي نشوف ممكن نفوز بالسياره. طبعا هو حظ، وما تعرف انه سيارات الجازينو كل اسبوع يتغيرن. وخلينا نجرب، ويس فزت بالسيارة. وخلي نشوف شنو تخفيضات الأسبوع. كنا نعرف مهمات داست وروي، طبعا هنا المهمات كانت بس نورمال، هسه صار بيها هارد وبيها نورمال. إذا كنت جديد على اللعبة، كنت أنت لاعب المهمات وتريد تلعبها مرة ثانية، كلش حلو هذا الشيء. تقدر تحصل فلوس أكثر هنا بالمهمات اللي تسويها داست أو الروي. ملابس اللي يعطوني إياها نهاية السنة هي تروح، بس هاي السنة ظلت الملابس موجودة. أعتقد لأن جمعنا 20 قطعة، ولهذا السبب الملابس راح تظل عندنا، وهذا الشيء كلش حلو. بأي وقت تقدر تلبس ملابس مار رأس السنة. أما نجي للأس كارمي، طبعا وكنا نعرف الفايب اللي هي الفايب 4x4 موجودة بالسان أندرياس، وتقدر تشتريها ب875. السبوع كله موجودة بالأس كارمي، وتقدر تفوز بهاي السيارة إذا كنت التوب 3 لمجرد 5 أيام. أما نجي إلى باع الأسلحة الجديد، وراح نعطيك موقع هذا باع الأسلحة اللي موجود بالماب. وطبعا نخلي نشوف شنو الأسلحة اللي عنده. طبعا هم هنا ضايفين السلاح الفضائي اللي نعرفه كان يجي بالمهمات العادية، بالمهمات الستوري. أما هسه تقدر تشتري هذا السلاح، ويملك 20 طلقة وبيه عدة ألوان. هسه راح نشوف أنا هسه اشتريته، واشتريت بيه 20 طلقة طبعا، وبهاي الألوان اللي هي متوفرة لهذا السلاح. وبعدين هنا نضيفي لك الملاتوف الجديد تابع للدراغ وورس، وهذا مكان بائع الأسلحة، بس هو لازم تروح عنده قريب يلا يظهر لك لأول مرة، لأن أول ما تدخل للماب ما راح يظهر عندك هذا بائع الأسلحة مع الأسف، إلا تروح عنده. أما تخفيضات هذا الأسبوع هو البنكر، تعديل نفس الشيء، تخفيض عليه 50% إنه الواحد يشتري بنكر بهذا الوقت أو يعدل على البنكر مالته. سيارات التخفيض سان أندرياس كارين 782، سيارة الفايب دومينيتور سعرها 931,000، RT 300 سعرها 900. وهنا أنا بس حبيت أنه أجرب السلاح وياكم حتى تشوفون ردة فعل السلاح، وشنو السلاح اللي هو كان نفس مكان بالمهمات. فتحياتي لكل حبايب، أتمنى من الله أنه عجبكم هذا المقطع، وإن شاء الله أشوفكم دائما بمقاطع حلوة وبثوث الحلوة. مع السلامة.